راسه يا خاله، راسه يا خاله. جيبوا كريكات يا بالهي، خبوا يا شباب، خبوا يا شباب. اذا قصف بالصواريخ، قصف بالصواريخ من قبل طيران الميج. اثناء عملية دفن الشهيد ملهم سعد الدين، تم استهداف المنطقة المجاورة له بصواريخ الطيران. كيف بيتم توقيفه؟ كيف بيتم توقيفه سعد؟ خذ وقفه منين؟ لفت فوقنا.